أرحب بضيفنا الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، ينضم إلينا من الرباط. أستاذ عباس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا. أهلا أختي الكريمة، وسنة سعيدة لجميع المغربيات والمغاربة، ولكن أيضا أختي الكريمة نتمنى سنة مليئة بالأفراح والمسرات إن شاء الله على الجميع. نتمنى ذلك، وكل عام وأنت أيضا بألف خير. أستاذ مرحبا عباس، لا شكرا. شك أنها كانت سنة شهدت زخما سياسيا كبيرا في المغرب، بما أنها كانت سنة الانتخابات ومجموعة من المحطات نعم السياسية. أكيد أختي الكريمة، المغرب شهد في هذه السنة مجموعة من الانتصارات ذات البعد التنظيمي وكذلك الدبلوماسي، فيما يتعلق بما هو تنظيمي نبدأ قبل الانتخابات بالنجاح المبهر وكذلك الذي قل نظيره فيما يتعلق بتدبير جائحة كورونا، وتوفق كذلك المغرب من خلال حصوله على اللقاح من بين الدول الكبرى التي تمكنت في زمن قياسي من توفير اللقاح للمغربيات والمغاربة بمبادرة ملكية سامية. مسألة أخرى تتعلق بالانتخابات، شهد شهر شتنبر عملية استراتيجية قوامها مواصلة البناء الديمقراطي ولو في ظرف القوة القاهرة، لأننا كنا نعلم على أن تنظيم هذه الانتخابات ليس بالأمر الهين، وبالفعل تمكن المغرب من إسماع صوت النجاح الديمقراطي لمجموع دول العالم بالرغم من هذه الظرفية الاستثنائية بما كان. عشنا على وقع عرس ديمقراطي تمخضت عنه نجاحات لمجموعة من الأطياف السياسية وكذلك نجاحات لجميع هذه المكونات السياسية، سواء كانت أغلبية أو معارضة، لأن جلالة الملك أكد في أحد خطبه الملكي السامي على أن مسألة التداول هي مسألة صحية ومسألة كذلك مرغوب فيها داخل العمل السياسي، وبالتالي خذنا هذه التجربة في هذا الزمن الاستثنائي بما كان ونجحنا كمغاربة في تدبير العمل السياسي وكذلك في خلق حكومة جديدة، برلمان جديد، وكذلك جماعات ترابية جديدة، وكذلك نعم، مجلس مستشارين. وسنتحدث عن كل ذلك بتفصيل. أستاذ عباس الوردي، كما قلت نجحنا في تنظيم انتخابات سياسية في ظرف قاهر، وأيضا سجلت نسبة مشاركة مهمة. طبعا المسلسل الانتخابي بدأ في غشت بانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة الصحية والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والصيد البحري، وهي الانتخابات المهنية، وانتهى في أكتوبر بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. هذه الانتخابات لا شك أنها غيرت الخارطة السياسية في المغرب. وأكيد أختي الكريمة نحن نعيش على وقع نموذج استثنائي لم يشهد له المغرب نظيرا، اعتبارا لأننا أمام تالوت سياسي يحكم الأغلبية الحالية، وكذلك إلى جانب ذلك يتمتع هذا التالوت بأغلبية مريحة على جميع الأصعدة، سواء على مستوى مجلس النواب ولا مجلس المستشارين ولا الغرف المهنية وكذلك الجماعات الترابية التي بطبيعة الحال تظفر بحظ الأسد على مستوى التوليفة وكذلك التشكيلة المتعلقة بمجلس المستشارين. إذن فعلا هذا درس جديد من دروس الديمقراطية الحقة الذي ينذر جميع المكونات السياسية بأن لا أحد يمكن أن يخلد في تدبير الشأن العام المباشر، وكذلك لا أحد يمكن أن يخلد في تدبير هذا العمل التنموي وكذلك السياسي من قبة أو من جانب المعارضة، فالكل الآن مسؤول، و كذلك تنزيل هذه التوليفة الجديدة مرتبط بميثاق للأغلبية وكذلك برنامج حكومي تم فيه بالفعل رفع السقف والمطالب المتعلقة بخاصة فيما يتعلق بالمليون منصب للشغل خلال 5 سنوات من عمل الحكومة، وناهيك عن الظرفية الاستثنائية التي يخوضها المغرب من خلال مواصلة بناء الصرح الديمقراطي بقيادة جديدة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن الآن الخارطة السياسية هي خارطة ذات بعد استراتيجي تتقاطع في الأبعاد القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد، وكذلك تتقاطع هذه الأبعاد مع ما هو دستوري مرتبط أصلا بالأدوار الطلائعية التي يجب أن تطلع بكل السلطة سواء كانت شرعية أو كذلك تنظيمية أو كذلك فيما يتعلق بالمؤسسة القضائية، مع احترامي مبدئي
فصل السلط، وكذلك في مساءلتي ومحاسبتي المسؤولية أو المسؤولين على مستوى هذه المؤسسات العمومية، لأننا كما نعلم فالجسم المرفقي هو المعني في أول وآخر المطاف بتنظيم هذه الخدمات العمومية في اتساق تام مع السياسة العامة للدولة التي تقوم برسم الخطوط العريضة والاستراتيجية أو الماكرو استراتيجية لما يجب احترامه في تنزيل السياسات العمومية التي تعتبر أصل تدخل الحكومة أي السلطة التنفيذية. طيب بالحديث عن الحكومة أستاذ عباس الوردي، أعتقد بأنه من بين المحطات المهمة خلال هذا العام هو تعيين حكومة جديدة من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس. المغاربة تابعوا باهتمام كبير هذه الحكومة، تشكيلتها وأيضا برنامجها الحكومي. بشكل عام، كيف رأيت هذا التفاعل ما بين المواطن وما بين هذه المحطة السياسية؟ سأجيبك عن هذا السؤال أختي الكريمة من خلال التعرض لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بنسبة المشاركة المواطنة التي تجاوزت في المدن والحواضر الكبرى 50%، والتي تجاوزت 63 أو 65% في أقاليمنا الجنوبية العزيزة. إذن هذه إرادة شعبية قل لا نظيرها تفاعلت بالفعل مع الخطب الملكية السامية التي تسائل المواطن في أول وآخر المطاف بأنه يجب أن يشارك على أساس تمثيلية بطبيعة الحال أو ديمقراطية تمثيلية من خلال صناديق الاقتراع. ناهيك أختي الكريمة عن أننا أمام وضع جديد كرسه المشرع من خلال تفعيل آلية جديدة تحفيزية أعتبرها، وكذلك أعتبرها صحية، وكذلك أعتبر أنها قد أعطت أكلها، ويتعلق الأمر باحتساب القاسم الانتخابي على أساس أعداد المسجلين، لأن الفصل الدستوري يقول بعلو صوت المشرع على أن المسألة مسألة واجب أي تصويت وواجب وطني، والمواطنات والمواطنين قد فهموا على أنه لا مناص من المشاركة جنبا إلى جنب، المرأة الرجل كذلك الشباب الكهول والأجداد والجدات كل من جانبه قد شاركوا وقالوا كلمتهم. فيصل، الأمر الذي أعطى هذه الزركشة الجديدة لهذه الحكومة التي تختلف عن نظيرتها من حيث تشكيلة أو حيث كذلك القوة العددية المقلصة من خلال تكوينها وتوليفتها من 3 أحزاب سياسية، والحضور النسائي أيضا فيها. نعم. المسألة الثانية أختي الكريمة تتعلق بتشكيلة الحكومة، فتشكيلة الحكومة تختلف شيئا ما عن التوليفات الحكومية السابقة. لماذا؟ لأن أولا تتكون من احترام شيئا ما ولو نسبيا من مشاركة نسائية، كذلك من مشاركة شابة، كذلك من مشاركة لأهل الاختصاص، لأن الأمر الآن يتحدث عن وجود وزراء لهم الاختصاص في مجال الأنشطة التي أسندت إليهم بنص هذا التعيين الدستوري، وكذلك بالمرسوم محدد لاختصاصاتهم. إذن كل هذه المقومات أعتبر على أنها قد نجحت المملكة المغربية في تصريف هذه المبادئ العامة الناظمة لمجالات دخول السلطة التنفيذية على مستوى الوثيقة الدستورية من جهة، وكذلك أنجحت هذا العرس الديمقراطي من خلال تحفيز المواطنات والمواطنين على الزحف نحو صناديق الاقتراع. نعم، وهناك الكثير مما يقال عنها، لكن لم يتبقى لنا الكثير من الوقت. في دقيقة أستاذ عباس الوردي، كيف تابعت القرارات الأولى التي اتخذتها الحكومة وخرجات بعض وزرائها خلال الشهرين الماضيين؟ طبعا هناك بعض النقط التي أثارت الكثير من النقاش وتفاعل معها المغاربة. لكي نكون منصفين ونكون صرحاء مع عدواتنا ومع المواطن، كانت هناك خرجات موفقة وخرجات أخرى غير موفقة، لأن يمكن أن نصنفها في باب الشعبوية شيئا ما وباب اللغط السياسي، وهذا من باب النقد البناء. نعم. على عكس الهدف، لأننا كأكاديميين دائما نرى بالعين المجردة وكذلك بالنظرة المحايدة، لأن المسألة المرتبطة ببعض الوزراء أجد على أنني يمكن أن أعطي بعض النسب المئوية التي قمت بحصرها من خلال متابعتي للتدخلات وكذلك لمنجزات الأولى، لأننا باقي لم نصل بعد للمئة يوم الأولى. نعم، ما زلنا في البداية الحكومة لكي نقيمها، ولكن بعض الخرجات الغير محسوبة أرى على أنها مبالغ فيها، لا أخص بالذكر لا فلان ولا علا لكي لا نشخصنا الخطاب، فأن نتحدث لغة العلم ولغة كذلك الفعالية وكذلك المفعولية
نجعة، هذا شيء مرغوب فيه، لأننا نرى على أن هناك وزراء يشتغلون في صمت، وهذا مهم جدا في هذه المئة يوم الأولى، ولكن هناك بعض البعض من الوزراء يخرجون ببعض التصريحات الغير مقبولة والغير مفهومة، والتي تؤجج شيئا ما رأي المواطنات والمواطنين الذين يجدون فيها تبخيسا للأدوار الدستورية التي يجب أن تلعبها الحكومة. لأننا كوزير للقطاع يجب علي أولا أن أشخص العراقيل وكذلك المعيقات التي تقطع حبل الوريد بين العمل الناجع وكذلك بين الإمكانيات المتوفرة وكذلك انتظارات المواطنات والمواطنين، وليس أن أذهب إلى المواجهة وأذهب إلى اللغط وكذلك إلى افتعال مجموعة من الأزمات. نعم. التي لا محتاجين إليها. المستقبل أختي الكريمة يجب أن يواصل الوزراء عملهم في تواد وكذلك في لحمة وفي بطبيعة الحال تبادل للمعلومة على أساس اللحمة الحكومية وعلى أساس احترام ميثاق الأغلبية، الذي أرى أنه من الأفيد أن لا يبقى أخلاقيا ولكن أن يصبح له تأثير على وجود هذا الحزب أو ذاك في هذه الحكومة التي نتمنى لها النجاح، اعتبارا أنها قد انبثقت على الإرادة الوطنية. نعم. إرادة الأمة. نعم، وكانت هذه إطلالة عامة على أبرز أحداث السنة السياسية في المغرب. معك الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك. مرحبا سيدي.